من أين نبدأ؟ سنبدأ بالبحث عن طريق للدخول ثم نقوم بالجولة. هل يوجد إنذار هنا؟ فلنبحث عن مدخل لا يتضمن كسر نافذة. أنا متأكد أن الباب مغلق. حسناً، فلنلقي نظرة في الخلف. ها؟ نيثن، انظر، إنها نافذة مفتوحة. نعم. هيا، اتبعني. هيا يا نيثن. واو، مخيف. نعم، خذ، أحضرت اثنين. إذن هل نبحث عن غرفة محددة؟ ابحث عن أي كتب أو مقالات أو أي أوراق بحث. حسناً، لا يوجد شيء هنا. لا، لن تكون في هذه الغرفة. الصناديق مليئة بمعدات سفر وتخييم قديم. سيكفي هذا بالغرض. سنهبط. كيف نعثر عليهم؟ أتقصد دفاتر أمي؟ ألا تذكر؟ كانت تستخدم الجلد الأبيض الفاتح. وجدناه، جلداً أبيض. عثرت على واحد. حقاً؟ لا، ليس من دفاتر أمي. لكنك فهمت المطلوب، فلنستمر. هل تذكرك تلك الكتب بأي شيء؟ كل مكان عشنا فيه. بالضبط. أذكر مقولة أبي، لماذا نفرغ الحقائب وسننتقل بعد شهر؟ أجل، أحمق دائما. سام، قل إني مجنون، ولكن تبدو كزهرية من عصر أسرة مينغ. نيثن، من يضع زهرية من عصر أسرة مينغ هكذا دون استخدام؟ نعم، ربما تمويهم ما. إنها بالطبع كذلك، صحيح؟ صح. لا يتحرك. هيا، فلنفتحه معا. جاهز؟ ادفع! 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 ما هذا؟ هذا تابوت من نوع ما.
سام، هذا حقيقي؟ فلنكتشف. هذا روماني، ربما من القرن الثالث وربما من الرابع. دفتر آخر. لا أعتقد أن هذا خليط بين الغسالة والمجفف من بلادي ما بين النهرين. كنت أنا المضحك، كنت هكذا دائما. هاي نيثن، انظر لي. والآن من أنا؟ ها؟ دكتور ليفينغستون، بحقك. لطيف. أين سنذهب؟ ها؟ إن أمكنك الاختيار، أين ستذهب؟ أي مكان. أي مكان. حسناً. هاي، انظر لهذا. إنها ساخنة في الداخل. إنه مغلق. قد تكون أشياء أمي في غرفة من هذه، يجب أن نجدها. انظر، فتحات التهوية في الأعلى. نعم، قد توصلنا تلك إلى الغرفة أسفلها. ليس نحن، بل أنت. ماذا؟ أنا؟ لن تكفيني. أيمكنك فعلها؟ هل تمزح؟ يمكنك فعلها؟ حسناً، فلنرى قدراتك إذن. إنها كاميرا. دعني أرى. أعتقد أنها سليمة. اقترب. والآن ابتسم. لا تفقدها. Thank you.
حسنا حسنا لقد دخلت. كودين مسكنات كثيرة. حسنا أي شيء؟ لم أرى أي دفاتر. حسناً، لدينا باب آخر مغلق. هيا. أوه، واو. كتب كثيرة. فلنرى ما سنعثر عليه. سام، هل وجدت شيئا؟ هذا هو. واو، هنري إيفري، عمليته غانزوي. ماذا لديك؟ لم أرى هذا من قبل. نعم، ولا أنا، لكن هذا خط أمينا بالتأكيد. ارفع أيديكما ببطء. مهلا، لا داعي لذلك. ماذا يحمل؟ مهلا، وجهي مسدسك لي. أعطني دفتري. حسنا، اسمع. آسف يا نيثن. ماذا الآن؟ الآن سننتظر الشرطة. لن تحب التعامل مع ذلك الإزعاج. توقف. الذي يسببه إفساد حياة طفلين. هذا لا أريد إطلاق النار عليك. يا سيدتي، لا ضرر ولا ضرار، صحيح؟ يجب أن نواجه جميعا عواقب أفعالنا. دعيه يرحل على الأقل. أحضرته هنا ليرى الأشياء الخاصة بأمنا. لم يكن له دخل بهذا. ماذا؟ أقول لك إنني المسؤول. لا، أشياء أمك الخاصة؟ نعم، هذا الدفتر كان لأمينا. أنتما طفلة كاساندرا مورغان؟ أهلا. يا إلهي، كنت سأطلق النار. نعم، وما زال هذا بإمكاني. إذن هل أبعدته؟ عرفت أمنا؟ كانت تعمل معي كما لاحظتم بالتأكيد. أنا من هواة جمع الأشياء. هذا يعتبر بخسا لحقك. إذن هل كانت مترجمتك؟ أمكما كانت أكثر المؤرخين الذين عرفتهم عبقرية. كدنا نحقق أشياء كثيرة، ولكن مرضها
لا، لا عليك، كان هذا منذ فترة. من بين كل اكتشافاتها كان هذا الإنجاز الأكبر لها. سيك بارفوس ماجنا، العظمة من بدايات صغيرة، شعار سير فرانسيس دريك، علامات لاتينية وتاريخية. كان حديثنا حولها، كنا أسرة غريبة. هل قالت لكما عن نظرياتها بشأن سير فرانسيس دريك وورثته؟ سير دريك ليس له ورثة. نعم. هذا ما يخبرنا به التاريخ. أنا وأمكم اعتقدنا بغير ذلك. تعلم أسرار ذلك القرصان القديمة هي مغامرة يجب التخلي عنها. هناك أشياء يجب التخلي عنها. سامحاني، كلام عجوز مشتتة. خذ، لك الحق فيه مثلي تماما. من يدري، ربما ستتمكن ذات يوم من إنهاء ما بدأته هي. نعم، إذن لم نعد متهمان. ها، سأتعامل مع الشرطة. استطعتما الدخول، إذن تستطيعان الخروج. نعم. شكرا لك. آسف بشأن الفوضى. حسنا، هيا نيتن، هيا بنا. أنت بخير؟ اللعنة. لا 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 لا. هاي 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 سام. سيدتي، تبر. نحن الشرطة. أنت بخير؟ انتظر، علينا فعل شيء. نعم، يجب أن نرحل عن هنا. لا يمكن تركها. لا يمكننا مساعدتها، يجب أن نهرب إن وجدتنا الشرطة هنا. سيدتي نيثن، يجب أن نذهب في الحال. تباً، النافذة، هيا. حسنا، تفقد في الأعلى، وأن تعال معي. انتظر. هل بحثت عند النافورة؟ لا أراهما. تبا، بحذر. لم أسمع أي رد من الرجال. نعم. البوابة الأمامية تبدو خالية. البوابة الأمامية. حسنا، هي مغطى. حسنا، تبا. بسرعة.
اجري. تبا انهما يهربان. القمامة هيا. يهربان. عود الى البوابة الرئيسية. اركب الدراجة هيا. تمسك جيد. أعتقد أصبحنا في أمان، فلنتوقف لالتقاط الأنفاس. ليلة لا تنسى، ها؟ أجل العجوز. اسمع، اسمعني جيدا، لم يكن ذلك خطأنا، أعني تلك السيدة كانت مريضة، قد تشعر بالأسى، لكن لم يكن بيدنا حيلة. ماذا نفعل الآن؟ كيف أعود للملجأ؟ وكيف تعود للعمل؟ لن نعود. أكيد لا، أنا جاد، سنبتعد لأقصى ما نستطيع عن هذا المكان. حقا؟ ومتى تجدنا الشرطة؟ أعتقد أنهم سيبحثون عن نيثن وصامويل مورغان. نعم هذا نحن. وإن لم يكن نيثن في ذلك القصر، كنت تعرف معلومات مثل تلك السيدة العجوز. هيا، كنت أشعر دائما بأننا مقدر لنا شيء عظيم، لكن حتى الليلة لم أعرف معنى ذلك. لكن هذا عمل أمنا غير المكتمل، هذه فرصتنا لبدء حياتنا من جديد بهويات جديدة. عما تتكلم؟ أعرف أشخاصا بارعين في تزوير الأوراق، وأما عن اسمنا الجديد، أمنا اعتقدت أن فرانسيس دريك له ورثة، من يمكنه النفي؟ أنت جاد صحيح؟ نيثن، نحن مقدر لنا هذا، وأعدك أنا وأنت سويا سننجح. ما رأيك إذن يا نيثن دريك؟ وتغير كل شيء بعد ذلك، وأصبحنا مستكشفين، مغامرين، في الغالب لصوص. حسناً اثبت. بدا الأمر لبعض الوقت لو أننا لم نتناوب الدخول إلى السجن، فهذا لأننا سجننا معاً. وبعد أن فقدته فإنني، أو بعد ما اعتقدت أنني فقدته، لم ترغب في تذكره ثانية. شيء كهذا هذا كل شيء، تعرفين كل شيء. معك، أشك في أن هذا كل شيء، لكن هذا كثير. فيما تفكرين؟ أفكر في أنك سعيد الحظ لأنني وجدتك. نعم، يسعدني أنك لم تفقد أحد أطرافك، كنت سأعاني في إخراجك من هنا. كيف عثرت علي؟ الأمر سهل، تبعت صوت الرصاص في حزبه. لا أعني كيف وصلت هنا. بالطبع. أجل سولي. مرحبا يا عزيزتي،
كيف حاله؟ كما تعرف إنه مصاب ولكنه على قيد الحياة كالعادة، والآن علينا إنقاذ دريك الآخر. ماذا تقصدين؟ نيت سيخبرك. مرحبا، سعيد لانضمامك. وأنا أيضا. ماذا حدث لسام؟ مع ريف. تبا، أتعرف مكانهم؟ نعم، إنهم متجهون إلى شمال الجزيرة. ابحث عن مكان مناسب للاستعداد. بعد إنقاذ سام سيكون علينا الابتعاد بسرعة. حسنا. اسمع، ماذا عن الكنز؟ انساه، لا نحتاجه. لكن الكزار. لا يوجد الكزار. كل ذلك هراء. ماذا أتعني؟ الديون؟ الهروب؟ نعم، خيال سام. إنه أحمق، صحيح؟ سأخبرك بكل شيء عندما أراك. حسناً؟ نعم، أنا في الانتظار. كونا حذرين يا رفيقي. تعرفنا. مبدلة. شكراً. أكيد. لا أعني، شكراً على إنقاذي مجدداً. لقد كدت ألا أفعل. أجل، هيا دبرت انتقالاً. هل نحن متجهون إلى جانب الجزيرة الشمالية؟ نعم، نيو ديفن، موطن مؤسسي لبريطانيا. إنه المكان حيث سيأخذ ريف أخي. الكنز هناك في الغابة، ولكن يجب أن ننقذ سام قبل أن يجدوه. انظر بالأعلى، استعرتها من أصدقائك في شورلاين. هل انزلقت من هذه المسافة؟ كان أسرع طريق للنزول، والآن علينا إيجاد طريق آخر للصعود. نعم، هيا. لم أقم بجولة كاملة، لقد كنت منشغلة قليلا بالعثور. صحيح. إذن هل أخبرك سولي بشأن هذا المكان؟ نعم، هاي 400 مليون، 12 مؤسسة، مئات المستعمرين. هذا يغطي كل شيء. كان لدي وقت في رحلتي. يبدو هكذا. أقسم بأن إيفري اختار أفضل المهندسين في عصره. لابد أنه استخدمه لنقل الإمدادات على النهر. هذا توقع مقبول. Ugh.
ها هي سيارتك، حاولي الصعود لهناك. ما رأيك؟ أي طريق؟ فلنلقي نظرة. هيا بنا سأرفعك لأعلى. عظيم. أتعتقد أن هناك طريقا آخر لأعلى؟ على ممر هنا. يوجد طريق للعبور هنا. ابحثي عن شيء نستخدمه. نعم، وجدت شيئا. مهلا، انتبه تحتنا. شكرا. قفزة قوية. ليس سيئا صحيح. أحسنت عيني بإغضاب فتاة الكهنة. سأقابلك في الجوار. أنا بخير نوعا ما، كل تحت السيطرة. حاولي العودة إلى هنا في الأعلى. نعم نعم، حسنا. نيت، أتجد طريقا للخروج؟ طريق مسدود. ربما المصعد لا يزال يعمل؟ أشك، عمره 300 سنة وتعرض للطقس، هل يزال يعمل؟ مفهوم. رائع. تعرفين أنا سوف أقابلك في الأعلى.
حركات جميلة يا عزيزتي. بلا صعوبات. والآن سنراها بسهولة من منطقة أعلى. نعم، فكرة جيدة. هذا الشيء كله تتحكم به عجلة الماء في الأسفل. هذا عمل مميز بالنسبة إلى مجموعة قراصنة. ليتك رأيت ما بناه في اسكتلندا. كان هناك... انتظر، سافرت إلى اسكتلندا أيضا؟ نعم، أنا آخر مكان كان إيفري. اهدأ، سولي أخبرني بكل شيء. على الأقل نجري التمرينات، صحيح؟ وجدوا السيارة. فعلا إنها سيارة. إذن فلنستعدها. لها أثر. لا شيء بعد، لكنها ليست بعيدة. فلنرحل قبل أن يأتي المزيد. أين مخرجا؟ على النهر. هناك مهرب قبل الشلال.
مذهل، انظري للمصعد. إنه هائل. نعم، أعتقد أن نيو ديفن في الأعلى. فلنصعد لأعلى. بهدوء. إليك سؤال، لماذا يريد أبي كنز أبي؟ إنه لا يحتاج للمال. يريد المجد، لا يريد أن يعرف بأنه اختنى بسبب ميراثه. التخلي عن الأمر ليس خياراً له. ريف مناسب لشورلاين، يحتاج إلى قوتهم ويحتاجون لأمواله. حقاً؟ يبدو أن أموالهم كافية. اشتركت شورلاين في بعض الحدود الأهلية ولم يحققوا الأرباح. ورثت نادي شورلاين، فأمل بأن والدها هذه العملية من المصاري. هذا به. هذا جيد حتى الآن، استمر في التقدم مع الطيار. يمكنك كتابة مقال عن كل ما يمكنني. أشك في أن يصبح والتقاط وقت الصور أيضا. لم أحضر الكاميرا، ليتني أحضر. لماذا لم يأتي سام مباشرة إليك بعد أن أخرج ريف؟ أراد جمع الأدلة التي تنفذ ريف عن إيفري قبل أن يرحل عنه، كما أنه احتاج وقتاً لتأليف قصة الكازار. لو تحققت من كلامي، أداة غريبة الشكل كبيرة بما يكفي لحجم السيارة. لنأمل أن تعمل كثيرا. حسناً، إذن ابتعد، سأتعامل معها. حسناً.
أستطيع الصعود إلى هناك. شكرا. لا شيء بعد، سأتسلق أعلى. أحتاج إلى مصعد لأصلح المصعد. كنت تشكين؟ مهلا، انتظر، عندي فكرة. حسنا، جاهزون. أحسنت عزيزتي. سأفصل الرافعة الآن. حسنا، سأحضر السيارة إلى المصعد. قرار جيد. ها نحن ذا. ربما علي أن... لا، لا علي. حسنا، احترس. انبط، احتمي بالسيارة. نعم، ما زلت هنا، ولكن تلقيت السيارة بعد مسافة.
اللعنة. أنت بخير يا نيت؟ نعم. حسناً، هيا. ستقود. أوثقة؟ تقومين بعمل جيد. بعد كل ذلك، أحتاج للراحة. حسناً، استحققت ذلك. كنت أفكر، كل هذه الأعمال الهندسية والمباني ليست رخيصة. أتظن أنه قد تبقى أي كنز؟ لقد تساءلنا عن ذلك. ها هو المصعد. اللغات. هكذا استعدت السيطرة. كدنا نصل. هل أحضرت بعض الملابس الاحتياطية معك؟ نعم. عظيم. إنها على طائرة. سيء. ذلك السد يمكنه القيادة عبر بوابته. حسناً إذن. لا فائدة، الطريق مسدود. سأجرب الآخر. ليتني توقعت. خلف الباب رقم 2. هذا خاليا. أحسنت. بخير. حسناً إذن. اللعنة، كان ذلك قريباً نوعاً ما. نحتاج إلى السرعة. شاهدي هذا. تمسكي. نجحنا. تبدين متفاجئة. ربما قليلا. ساعدنا.
اكمالات عمل المزرعة. حتى الآن وجدنا 2 من 2. هذا يعني أننا مشكون على كارثة. السقية تعمل، هذا مبشر. فلتساعديني هنا. تباً سأمسكه، أحضر السيارة. هذا ثقيل. حسناً، لنغامر. ثلاثة من ثلاثة. هندسة القراصنة مبهرة. واو، كبطاقة تذكارية. نعم، لبريطانيا. تمتعوا بجمال الطبيعة وابقوا للمعارك النارية حتى الموت. لماذا غيرت رأيك؟ قلت إنك كنت لا تعودي. لم أستطع الرحيل بينما كان واضحا أنك غار، كما أن هناك نذور الزواج بالسراء والضراء. السراء والضراء. هيا ساعدني هنا. حسنا. حسنا. حتى إن كنت تعتقد أنك تحميني، لا، فليس من حقك أن تمنعني الكتابة. مهما تكون المشكلة، يفترض أن تتحدث معي حتى نجد حلاً لها معاً كفريق. أعرف ذلك حقاً، أعرف، لكني أنا أتعرف. يجب أن أركز. نتحدث لاحقاً. المحطة التالية نيو ديفن. أنتما بخير حتى الآن؟ واجهنا بعض الصعوبات، لكن نحن بخير الآن. ولنبقى على اتصال. لست من محبي فكرة لا أنباء تعني أن الأنباء جيدة. سنحاول. انتهى. سيكون على الجانب الآخر من الجسر. تماسكي. نتجه للشلالات. لا أستطيع، الطيار قوي. اسمعي نهيت.
وداع للسيارة. هيا. لم أكن أحاول حمايتك، لقد قطعت عهدا بأنني اكتفيت من أسلوب الحياة هذا. كلنا فعل، لكني نكثت العهد. لم أخبرك لأنني كنت خائفا. خائف مما؟ فقدانك. أعتقد أنني كنت أحمي نفسي، تعرفين؟ علينا تغطية مساحة كبيرة. نعم، لنتحرك. نعم. من هنا. نحن على الجانب الصحيح من النهر. نعم، كان ذلك ليصبح حسنا. أرى فتحة هناك. قرار جيد. والآن كيف نصعد إليها؟ إيفري اختار جزيرة رائعة حقا. ربما نعود إلى هنا في عطلاتنا. نعم ربما. وحدك في العالم؟ ارقد في سلام يا صديقي القرصان. أهلا، انظري إلى العلامة. خائن، أحد الثوار. هذه طريقة سيئة للموت. واحد آخر. يا إلهي، هذه إحدى طرق سحق التمر. أتساءل إن كانت هذه هي الخطة. ماذا؟ ذبح كل المستعمرين؟ لا، لإغرائهم للقدوم هنا للعثور على المدينة الفاضلة.